قضية فساد جديدة يكشف عنها القضاء الجزائري، وتخص الشركة الحكومية للنقل البحري، حيث تتعلق حيثيات القضية باختلالات في التسيير مع إبرام صفقات مخالفة للقانون وتبديد المال العام بالتواطؤ مع أجانب بعرقلة سير سفن الشحن التابعة للشركة. وأمر قاضي التحقيق الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة إيداع المديرين العامين الحالي والسابق لشركة النقل البحري مع إطار سام بالشركة رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع 14 مسؤولا بذات الشركة قيد الرقابة القضائية بعد تحقيقات المديرية العامة للأمن الداخلي التابعة للمخابرات، والتي كشفت عن وقائع سببت أضرارا مالية كبيرة للشركة والخزينة العامة للدولة. هو استمرار لحملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس، الذي صرح في أكثر من مرة بأن هذا القطاع بالتحديد هو واحد من القطاعات المستهدفة من الكثير من الأطراف التي تريد أن تجعل من هذه الشركة مفلسة لخدمة شركات أجنبية. كذلك هذا التحقيق اليوم يعطينا إشارة بأنه مازال عناصر الفساد ومازال مسؤولين للأسف الشديد يمارسون الفساد بكل أشكاله وأنواعه. وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإعادة بناء أسطول النقل البحري، مؤكداً في تصريحات إعلامية أن هذا القطاع الحيوي كان مستهدفاً وتعرض لمؤامرة ضد الدولة، وتم تكليف فريق عمل لإعادة التقييم التقني لسفن الأسطول الحالي لتجديده وتطويره. والأمر يتعلق بالإهمال وكذلك محاولة تكسير الشركات العمومية. إذا قبل المضي قدما في أي إصلاحات مهما كان شكلها، يجب القضاء على هاتين الظاهرتين السلبيتين. ثانيا، يجب إعادة النظر في نمط حوكمة وتسيير هذه الشركات. الحوكمة من ناحية يجب إعادة النظر في دور مجلس الإدارة ودور مختلف المتدخلين في هذه الشركات. وشهد قطاع النقل البحري في السنوات الأخيرة سلسلة من الإقالات والمتابعات القضائية مست شركات النقل البحري للسلع والمسافرين، وكشف القضاء عن حيثيات حاول فيها مسؤولون بالشركة بيع بواخر والتسبب في احتجاز أخرى في موانئ دولية. حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر.